مرحبا أصدقائي في برنامج سينما فلسطين. اليوم في حلقتنا راح نحكي عن المخرج الفلسطيني أمين إبراهيم محمد نايفة، مخرج وكاتب سينمائي فلسطيني، حصل على شهادة الماجستير في الدراسات السينمائية من الأردن، وعمل في مجالات السينما المختلفة كالتصوير والإخراج والمونتاج. أنجز خلال مسيرته الفنية عدد من الأفلام، وكان من أهمها فيلم العبور وفيلم تداخل اللي حصل على جائزة سبيشال منشن في المهرجان الفني الفلسطيني في بيروت. في حلقتنا اليوم راح نحكي عن الحواجز اللي بيضعها الاحتلال الإسرائيلي والمعاناة اللي بيعيشها الفلسطينيين من أجل العبور عبر الحواجز والمعابر الإسرائيلية، وأكيد إحنا كفلسطينيين عنا تجربة على الحواجز والمعابر. احذر وين رايح، ولك احذر. رايح أدار سيدي، طلع لي تصريح. مريم بس بدي اخوك مبسين على السريع، هسه دخلت الغسيل. ولا انت شيل هبل هذا اللبس على ركبتك، شيلها قيمه قيم القرفه. انا الي 40 كيكه واقف، بس فتت اخو المطبل رجعني. اذا بدكم تجربوا جربوا. واخد الفيلم اللي بيحكي قصة ثلاث إخوة بيعيشوا في الضفة الغربية، وبعد معاناة كبيرة بيحصلوا على تسريح من أجل دخول الأراضي الفلسطينية عام 1948 لاجتياز جدار الفصل العنصري لزيارة جدهم المريض. رايح أدار سيدي، تخيل جد بحكي معك، طلع لي تصريح. قسما بالله شادي ما هو عشان سيد تعبان شوي وياك، اطلعوا له تكرير طبي وقدمنا عليه تصريح وزبطت. الفيلم بيعرض الإجراءات القمعية اللي بيمارسها الاحتلال الإسرائيلي والتوتر النفسي اللي بيعيش المواطن الفلسطيني من أجل الحصول على تسريح للتنقل داخل الأراضي الفلسطينية. بنشخ جنب بيت خليم أبو ده بشاش بقى؟ كان يلا حبيبي لك بيتك. هالتصريح من مين؟ منك. من 7 الصبح للعشرة حبيبي. خمس ساعات تاخذ البيت لك بيتك. ضل خمس ساعات ساعتين بروح لك بيتك. ساعة بساعتين بروح. يا الله لازم تعرفي لك بيتك. الإخوة الثلاثة ما شافوا جدهم من 4 سنين، وبعد فرحتهم بالحصول على التسريح إلا أنه بسرعة بتتبدل هذه الفرحة لحزن ووجع، لأنهم مش راح يشوفوا جدهم مرة تانية. طب اسمع شو صار، هذا طلع لنا جندي نكد على الآخر، مش راضي يفوتنا. تخيل أنه محمد اضطر يحكي له أنه سيدي مات عشان يخلينا نفوت. فلما صورنا على الحاجز صورنا بمرحلتين بيومين، لأنه أول مرة بعد ربع ساعة أجالنا جيب جيش، فاضطرينا أنه نرحل بسرعة خوفا على سلامة الممثلين والطاقم يعني والعدة. ورجعنا بيوم ثاني، كان عيد لليهود، فكان مسكر المعبر، كان فيش ولا حدا، كان في جنود بالأول، استنينا لراحوا يعني، وبعدين دخلنا صورنا المشهد اللي بدنا اياه.
بالنسبة للمشهد الداخلي في كثير ناس، أنا كثير مبسوط يعني إنه كثير ناس فلسطينية وإلهم تجربة على المعابر يعني راحوا أجوا بسألوني كيف صورته، بحكي لهم دخلنا جوا وحكينا معهم وصورنا عادي، فبصدقوا إنه دخلنا جوا على المعبر وصورنا، فهذا بيعني إنه نشغل طريقة يعني خليني أحكي إنه طريقة مهنية جدا. فيلم العبور بيشارك في مسيرة مهرجانية مميزة، الإخوة الثلاثة في الطريق والجد في نهاية الطريق. انتظروني في الحلقات القادمة.